كلياتهم. ان شاء الله اليوم جوله بالقطار رايح على نيور جوردن. هاي الدنيا ثلوج، بلش الثلج في مدينه ستوكهولم، طبعا ثلج خفيف، فقلنا نطلع بالقطار نكمل الجوله. فبلش الثلوج في مدينه ستوكهولم، الحمد لله على كل حال. ان شاء الله سنه سعيدة علينا وعليكم. يعني حبينا نشارككم المناظر الحلوة. فيعني صارت جولاتنا أكثرها بعد صلاة العصر، لأنه طلع الصبح بلحقش الواحد، سبحان الله. زي ما حكيت لكم النهار قصير جدا، فالواحد بيضطر صار يطلع بعد صلاة العصر لأنه ساعتين. فبلش الثلوج، ان شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم. هلا انا بالقطار تفاربنا ومتجه الى منطقه اليور جوردن، منطقه سياحيه. هاي الجهه، هاي مساء الخير، مساء النور. الجو بارد جدا طبعا هلا اكيد، بس يصير تساقط ثلوج راح الجو يصير اجمل واحلى. ومع تساقط الثلوج بصير في الاناره اكثر، تعرف الثلج اللون الابيض بعطي انعكاس، فبصير الاضاءه افضل. طمنونا عنكم وعن اخباركم، فتشكوا المنظر هيك. انا رايح على منطقه اليور جوردن، منطقه من المناطق السياحيه، والناس طالعه. يعني انا استغربت، قلت اليوم ممكن يعني من ايام الحمر، قلت ممكن العالم مو طالعه كثير، بس في ناس في حركه. خروح هنا شوي. شو اخباركم؟ طمنونا عنكم، كيف الاجواء عندكم؟ ان شاء الله جمعه مباركه علينا وعليكم. طبعا انتم عارفين موضوع الصلاه وكورونا، يعني صار سبحان الله يوم الجمعه باقي الايام، يعني يوم الجمعه صلاه الجمعه بتعطي رونق مختلف على يوم الجمعه. ان شاء الله نسال الله في السنه القادمه ان تزول هالغمة عن العالم كله وعن الفيروسات باذن الله. مهند الموسوي، يا رجل شفت بدي سنترال، شفت بدي سنترال. طلعت بروبستن، اهلا وسهلا فيك. انا امبارح كنت بروبستن. نحب التنوع، احنا منطقة لمنطقة. فهلا الجولة بعد الظهر بعد العصر ان شاء الله، المكان من الاماكن السياحية في مدينة ستوكهولم. زي ما انتم شايفين في حركة، في ناس، يعني في ناس بتقول لك لا ما في حدا طالع، ما في شيء، ما في. فسبحان الله الانسان بس يطلع بشوف الحركة، بس اللي قاعد بالبيت بتخيل انه كل العالم بالبيوت. هاي هون متحف النوردسكا. جمعة مباركة إن شاء الله علينا وعليكم. هلا شوي بنمشي لقدام بالقطار، يعني قلنا اليوم جولة هي شوي بالقطار، بعدين ننزل نتمشى هيك عند البحيرة هون. طمنونا على الأخبار في المدن الثانية في السويد، كيف الأجواء، كيف الطقس، كيف أموركم، كيف تقضوا يومكم في هالعطلة، كيف استعداداتكم لنهاية السنة. إن شاء الله متفائلين، تفائلوا بالخير تجدوه. زي ما انتم شايفين في حركة، في ناس هنا، رغم المكان هنا كبير ضخم جدا، بس سبحان الله يعني والأجواء باردة جدا. في ناس سبحان الله تنتظر الثلج، وفي ناس تهرب من الثلج. يعني في ناس تنتظر تساقط الثلج، نحن واحنا صغار في البلاد كنا ننتظر تساقط الثلج عشان نطلع. كنا نطلع مسافات في الأردن، نروح على المناطق المرتفعة عشان نشوف شوية ثلج. فكانت يعني الثلج عندنا بالنسبة لنا زي المعجزة في الدول العربية، يعني بالذات زمان هيك واحنا صغار. المنطقة، المدينة اللي أنا عايش فيها نوعا ما كان فيها ثلج.
مدينة الزرقاء في الأردن، بس عمان كان فيها ثلج، وفي المناطق المرتفعة عجلون فيها ثلج، ففي حركة، في ناس. الحمد لله الحمد لله، حاطين كم مات حاطين كم ما مات. طلعت معك على السريع، والله في ناس حاطة في ناس محاطة. يون شوبينج، شمس بس باردة، يعني هلا درجات الحرارة في تنازل، تعرفوا يعني أغلب الأيام يا صفر يا تحت الصفر. احنا هلا قربنا نوصل عند جرونالوند، مدينة الملاهي في مدينة ستوكهولم. راح نكمل الجولة تبعتنا ان شاء الله، بننزل نتمشى هيك شوي عند البحيرة. حلو المشي يعني بالجو يا اخوان الكرام، سبحان الله. يعني ما بعرف اذا عندكم فكرة او خطر على بالكم، يعني مرة دخلت في نقاش مع احد الاشخاص يعني من روسيا على انه سبحان الله يعني الناس اللي بتعيش في الدول الباردة بتلاقي صحتها افضل، وبتلاقي عمرها، طبعا العمر بيدين الله سبحانه وتعالى، بتلاقي عمرها اطول. يعني لاحظوا اعمار اللي عايشين في اوروبا وشمال اوروبا، يعني نوعا ما بتلاقي لك الواحد وصل 90 سنة 85 سنة، لكن بالدول الحارة جدا جدا يعني بتلاقي الواحد ما وصل 50 سنة صار معه أمراض كثيرة، من ديسك لروماتيزم لسكري لضغط لأشي، بالرغم انه يعني انه في الشمس. فسبحان الله يعني البرودة بتحافظ حتى على البشرة، بعكس ما احنا يمكن فاهمين الموضوع. يعني في ناس فهم البرد انه اكثر كله أمراض، بالرغم انه في فائدة صحية. شو رأيكم الموضوع؟ يعني في ناس للأسف تلاقيها يمكن قاعدة بالبيت وخايفة تطلع، وهاي ممكن يصير عندها مشاكل في البشرة من قلة إنه هي عدم خروجها من البيت وخوفها من البرد ومن الأمراض، رغم إنه يمكن الطقس هذا مفيد جدا للصحة. أنا وصلنا إحنا عند سكانسن. تجيب سكانسن من هون. نعم نعم، الطفيلة كلام سليم، الطفيلة والكرك مناطق مرتفعة في الأردن فيها ثلوج، صحيح. وعجلون، ركز لي على عجلون شمال الأردن، عجلون فيها ثلوج، كنا نحب نروح عجلون. عجلون مناطق عند الجامعة الأردنية كمان، فالقطار هيك رحلة هادية. طبعا يا أخوان الكرام في الثقافة هنا في أوروبا، ثقافة المجتمعات هاي الهدوء، يعني حتى في طريقة الكلام واتيكيت الكلام نادرا ما تلاقي اثنين بيحكوا مع بعض بصوت مرتفع. قبل شوي طلعت في القطار وكان قاعد جنب اثنين من تركيا، يعني كنت حاط درس مش عارف اركز فيه. فنوعا ما احنا الشعوب اللي في المنطقة اللي عندنا صوتنا مرتفع، حديثنا مع بعض، يعني أنا قلت فعلا يعني قاعد بسمع الأتراك هم بيحكوا، يعني مرات تشعر أنه بتهاوشوا. ففعلا الأجانب أحيانا بيقولون أنتوا بتحكوا مع بعض ولا بتتهاوشوا، فنوعا ما إحنا يعني حتى الأطفال لما يحكوا مع أطفالهم بتلاقيهم أو يحكوا بالتلفون صوتهم منخفض جدا جدا، يعني حتى بتستغرب، بستغرب أحيانا بقول كيف بقدر الطرف الثاني بيفهم عليهم. نخلق على الجهة هاي، فالواحد لازم يهدي. يعني لما تكون طالع مع صديق لك في قطار في الأماكن العامة، حاول واحد يخفض صوته.
انه فعلا الجنسيات الاخرى بتحس، بتحس انه الصوت هذا في شيء، في مشكله فيه. فسبحان الله كل شعب من الشعوب فيه له طريقه في الاتيكيت، في طريقه في الكلام، في طريقه في التواصل مختلفه عن الشعوب الاخرى. ان شاء الله بنحاول ننزل باخر محطه ونعمل جوله مشي، بحب يضل معنا يضل. ممكن هنا عادة هو في باص بدخل بدخلنا للأخير. يلا خلاص بنروح هنا، بننزل نكمل الجولة هون. هاي الجهة بحب أجيها، هاي العالم جاي. أنا والله اليوم ما توقعت إنه يكون في ناس طالعة، يعني قلت أكثر العالم اليوم بتكونوا في البيوت وقاعدين عندها الشموع وما في حدا، سبحان الله. فتفاجأت انه فعلا في ناس طالعة، يعني ممكن الناس فرحانة بالثلج. تعرفوا في نهاية السنة الناس عادة في أوروبا يعني من الأعياد انه بحبوا منظر الثلج. والله المساجد بعدها مسكرة، المساجد بعدها مسكرة، لأنه حسب التصريح الأخير لستيفان لوفين انه لا يزيد عن تجمع عن 8 أشخاص. فحتى يعني في بعض المناسبات او الاعياد او الزواج يعني عاملين عليها مشاكل على القصص هاي، انه في ناس بتعمل وبتجيب 200 واحد 300 واحد. يعني حتى في الاخبار يعني منتشره لحفل الزواج صاير عندنا في ستوكهولم، في جنوب ستوكهولم، والاخبار منتشره على القصه هاي انه في عدد تجاوز على 250 شخص. فمشكله انه اطلع بالطبيعة، امشي تحرك عادي، بس انه في الاماكن المغلقة لازم ما يكون اكثر من 8 اشخاص. بعض المساجد هاي بتكون يمكن مصليات، مصليات تكون مصليات يمكن ما حدا داري عنها، تحت الارض ولا اشي، مو يعني ممكن يكون واحد فاتح شقته او شقة او اشي زي هيك. والله يا اخواني حلو المشي بالثلج هيك ومنظر البحيرة والمناظر اللي زي هيك، نوعا ما بتشعر انه في مشاعر جديدة، في شعر مختلفة. سبحان الله كل فصل وكل طقس له أجواءه، سبحان الله العظيم. نفرجيكم المنظر هيك. حبيبي اخوي عمار كيفك، شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير، طمنا عنك، من زمان والله ما شفناك، ان شاء الله امورك تمام. طمنا، ان شاء الله الشغل ماشي والامور ماشيه. حبيبي القلب من زمان والله ما شفناك ولا حكينا معك. شو منظر البحيره هيك وراك، هاي الثلوج اليوم شيء حلو، يعني ثلج خفيف يا اخوان الكرام، يعني ثلج ممكن يصمد، ممكن يطول، يعني ان شاء الله بادره خير باذن الله. ان شاء الله ايامنا وايامكم كلها بيضاء وجميله ان شاء الله باذن الله. طمنونا شو آخر كتاب قرأتوه، شو آخر محاضرة سمعتوها، آخر حكمة حكونا، شو في عندكم هيك حكم نستفيد منها في حياتنا من هون للسنة الجاي. هاي شنا والبرا يتبرا. المرا طاعم مليء، والله المراكز التجارية كانت معبية. عندنا شهر هولمن امبارح، أول امبارح لما جيت أسافر انه كان يعني فل، بس تعرفوا انه هم بركزوا نوعا ما على الاماكن الدينيه وعلى زي المساجد زي الكنائس، ما بعرف، الله المستعان. يعني هو هيك على اساس انه النظام انه ما يكون اكثر من 8 اشخاص. خلينا هلا هيك بالطبيعه وبالاماكن هاي، هي ريحه الفحم في الاماكن هاي جميل جدا ورائع، أماكن سبحان الله. الله يسعد مساكم يا رب، مساء الخير. طمنونا احكونا عن الطقس عندكم وعن درجات الحرارة عندكم، شو ناويين تعملوا في نهاية السنة بالشغل، معطلين شاركونا هيك، شو بتعملوا في أيامكم هاي، بالذات إخواننا اللي عايشين في أوروبا أو عايشين في السويد، أنت بالشمال بالجنوب شو بتعمل لما تعطل تقضي يومك؟ تعرف الفترة الصباحية الواحد فينا بيلتهي مع العائلة من أغراض ومن مشتريات وفطور عائلي، بما أنه هلا الأولاد معطلين. يعني هون في أحد المطاعم ما أعرف لكنه فاتح كان هون. المنطقة بالصيف ما شاء الله طبيعة، طبيعة رائعة جدا.
لا لا انا معطل، انا معطل، اخذت اجازه ل ان شاء الله للسنه الجديده، راح اعطل سنه كامله. معطل للسنه الجديده اسبوعين زمان هيك شيء. اماكن، اماكن الاضاءه يا اخوان الكرام في اجواء الشتاء الاضاءه جميله جدا فعلا، منظر الاضاءه تشعر يعني شيء جميل شاعري، يعني شيء رومانسي كثير، شيء حلو كثير. لا هلا انا معطل، عطلنا زي المدارس، هي عطلنا هيك كنا ايام المدارس. فهاي جوله هيك صار الواحد سبحان الله، الجوله تبعتنا بتبدا صارت بعد صلاه العصر نظرا للاوقات وصعوبه انه الواحد يصلي برا. يعني كنا بالاول ناخذ السجاده معنا ونصلي، هلا وين بدك تصلي؟ الارض كلها ثلج. هاي زاويتك طبعا. يلا تمام. والله هذا المكان جميل جدا، فرجيكم اياه انا هون المكان هذا رائع جدا، مكان جميل جدا جدا. حبيبي اخوي شادي شو اخبارك؟ ان شاء الله امورك تمام. هذا المكان كثير جميل، انا صورت منه اكثر من فيديو، اذا بترجع على فيديوهات الصيف جيت هون اكثر من مره وعملت اكثر من فيديو في المكان هذا، بس هسه عشان مع منظر الثلج جميل جدا سبحان الله، اللون الابيض جميل ورائع. الله يجعل جميع ايامكم بيضاء او بيضة، بيضة ولا بيضتين. صوت الماء سبحان الله، سمعكم شوي هيك ما بعرفش اذا الصوت واصل لعندكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي ابو عثمان الله يسعدك ويسعد مساك يا رب. ايوه حبيبي حميد، والله المنطقة هون راقية جدا، جميلة جدا والله. المشي بالثلج جميل يا اخوان الكرام والله، بالرغم انه برد واشي بس شعور مختلف، شعور نوعا ما مختلف. يعني احيانا الاشياء الروتينية بالحياة ما بتخليك تشعر بسعادة، احيانا الاشياء الصعبة اللي بتخليك تشعر بسعادة. يعني بتلاقي لك واحد بتسلق الجبال وبتلاقي لك اياه، احنا بنقول شو متعب حاله وشو مغلب حاله، هو بالنسبه له مستمتع. هسه زي اللي قاعد بالبيت بقول لك انا قاعد على الكنباي ومرتاح ومريح، واحد تاني بقول لك شو مطلعه هذا مغلب حاله. يعني كل واحد سبحان الله له نظره بالحياه. شوفوا نظره الثلوج زادت، ثلج سبحان الله. طبعا يا مغير القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله. تحياتي صفاء طريحي الطريق، والله ممكن ما بعرف اذا الاسم قريته صح. الله صوت المي هون المنظر شيء جميل، بنقرب لكم على المي نسمعكم الصوت المزبوط. فرجيكم المنظر هون يا الله يا كريم، سبحانك ربي يا رب، سبحان الله العظيم. والله يا اخوان الكرام كنت زمان استخدم الايفون في البرد، بس كنت استخدم الايفون زي هيك اطلع اسوي بث ما يكملش 20 دقيقة نص ساعة، ايفون فيرا بس كان ايفون فيم. عشان هيك ما حبيت الايفونات، البطارية تبعتهم بسرعة بتخلص، ما بعرف هو كان المشكلة عندي. والسامسونج كمان كان عندي سامسونج مش عارف فيم اس اكنه ذاكر، بس الهواوي قوي جدا، الهواوي اللي بيعاني من البطاريات انا بنصح في الهواوي. هاينا هو صرنا كلها ثلج، طلعوا ها هاي هيك السشوار صار مع الثلج، هيك صار الشعرات، هيك صار زي الجل واكس، هيك صار واكس شيء مرتب سبحان الله العظيم. والله اشياء الطبيعه حتى وجهك بتلاقيه فتح يا اخوان الكرام، والله نصيحه لوجه الله، هاي الاشياء كويسه للبشره. يعني اللي حاب هيك بيبيض، اللي حاب يحلو حلو يا حلو زي ابو الفرجين، يطلع في الطقس البارد يتحرك. اذا انت مهتم وخصوصا الاخوات، اخواتنا بيستخدموا كريمات كثيره مو جايبه نتيجه. الطقس البارد والمشي في الثلج والاشياء والحركه بتخلي البشره نظيفه وبتخلي
بتخلي الجسم قوي، بالذات البشره يا اخوان الكرام اللي بيطلع لهم حبوب كتير، وبتلاقي وجهه في ناس بتلاقيهم كتير في تحت عيونهم سواد. هذا طبعا اكثره بسبب قله النوم والارق والتوتر. المشي والحركه بتخليك اجمل واحلى وانقى. هاي الطاقيه هيك زي المغاره هيك. عندي طاقيه تانية بس حاط احتياط. هنفرجيكم المنظر هلا. ف المشي بالثلج والمطر والبرد يا اخوان الكرام عكس ما احنا ممكن بنعتقد انه بمرض. انت بس ظلك تمشي وتطلع بشكل مستمر، يعني يوميا جسمك بتبرمج على هذا الجو. لكن تطلع لي تطلع زي اللي بحط رجله برات الدكان او برات البيت وبرد بدخل، هذا بمرض اكيد. بس لما انت جسمك يتعود على الاجواء هاي خلص بتصير شغله طبيعيه في الجسم وبصير افيد للجسم. هلا بدنا ناخذكم فوق المنطقه اللي فوق بتجنن. هسا بدنا نفرجيكم المنطقه من فوق زي ما حكى اخونا حميد، فرجيكم المكان فوق جميل جدا. والله الثلج حلو. والله احلى جو المشي بالثلج. والله واحنا صغار كانت يعني من امنياتنا انه نمشي ونطلع هيك ونتفرج على البحيرات ونتامل الثلج. لا انت بالدنمارك حلو. يا ريت تحكوا لنا يا اخوان الكرام وين انتم عايشين، وين ساكنين، وين في السويد. يعني هاي بلش اليوم اول يوم ثلج حقيقي يعني. بلش شوفوا لي هالممر هذا، بس ما بعرف مسكرينه كانوا زمان فاتحينه. يا ريت تشاركونا باي مدينه شو درجات الحراره عندكم وشو بتعملوا بالايام اللي زي هيك. يعني هل انت بتفضل تضلك بالبيت؟ شو عندك روتينك؟ هل انت بتقرا؟ من واحكي لنا شو اخر كتاب قراته او شو اخر فيلم حضرته؟ شو حكمتك في الحياه؟ خلينا نستفيد من بعض. لا بنفعش هيك ابو محمد حبيب القلب. لا والله لابس جزمه انا الحمد لله، وهي الطاقيه ومغطي مظبط الامور. خلاص هلا حطينا الطاقيه. تعودنا مع الشغل، تعودنا الحمد لله. بس الافضل الواحد يحط طاقيه على راسه لانه بشعورش هسه بوجع الراس بعدين بتبين. هلا ها نفرجيكم هاي الطاقيه حطيناها. هاي هيك عاملين زي هذول تبعون الصحراء. وين هاي راحت المنظر لهون؟ هاي هون الطاقية تعبت. خلص فرجيكم هسه هون فداء الروح. حلو والله. هاي يعني ما بعرف اذا حضرتوا انتوا ارطغرل الاجزاء كاملة او عثمان السلطان عثمان. والله انا زمان كنت احضر هسه خففت، بحب المسلسلات التاريخيه. ان شاء الله اوه ربرو شمس شيء جميل. لا جاي الموجه جاي. لا بس والله حلو الثلج حلو. بتخف درجات الحراره. يعني كان الصبح كتير برد بس هلا يعني نوعا ما مع الثلج بتخف. والله ما بعرف تمثال شو، مو كل شيء بشوفه بعرف شو هو. اللي بيعرف يحكي لنا، انا نقعد نفتي من عنا ما بدنا نفتي. اللي بيعرف يحكي. جيت اكثر من مره هون بس ما بعرف شو التفاصيل هاي. ما كل شيء بعرف شو هو بالضبط. شوف شغلات كثيره بحياتنا، كل شغله بدنا نعرف شو هي بالتفاصيل. بس الانسان يعني حلو عنده فضول. يعني انا بحب الفضول في بعض الامور. حلو يعني بحب الاماكن التاريخيه كثير، القلاع زي البلده القديمه. يعني شوف العالم تلعب رياضه هون بتركض، شيء جميل. ها
هسه بدنا نشوف المنطقة من فوق. نهضة السلاجقة، اه والله هذا كمان السلاجقة حلو. والله هدول مشكلة المسلسلات التركية، إذا بلشت بواحد أنت دخلت بالإدمان. يعني حتى بتوصلني أسئلة على الخاص إنه بعض الناس أطفالهم اللي عمره 10 و 11 سنة مدمنين على هاي المسلسلات وخايفين على أطفالهم من القتل وإراقة الدماء بالمسلسلات هاي والسيوف. يقول لك أولادنا أدمنوا على المسلسلات هاي، شو نعمل؟ فخايفين على أطفالهم من الناحية النفسية. القوس الذي لا يصيب الهدف. يا حبيبي عليك يا معلم، عندك معلم حميد، هذا ما في مجال. فالمسلسلات التركية عاملة زي الإدمان، مشكلة. إذا بلشت بمسلسل، أنا بلشت بمسلسل أرطغون، صار الواحد كل حلقة بده يحضر اللي بعدها، ما بتقدر تقاوم، بتصير بعدين مشكلة. هذا المكان كتير جميل بالصيف، حتى هلا بالشتاء المنظر هون جميل جدا، أماكن رائعة. هون كله تمثيل. بعدين شو بدك تلحق هلا يا معلم حميد؟ اشرح لنا القصص هاي كلياتها، أعطينا رؤوس الأقلام. هلا كله تمثيل. يا الله يا كريم، سبحانك يا رب. هذا تمثال الزعلان، هذا جماعة الزعلانين بيجوا على الزاوية هاي يا اخوان الكرام. هنا هون الزعلان حاط ايده على وجهه هيك، على تمه. هون جماعة الزعلانين، تمثال الزعلان هذا. ما بعرف اذا الصورة واضحة مو واضحة، شو صار بالصورة ما بعرف. نعم نعم والله هي ممتازة، بتكون لسه أفضل من المسلسلات اللي بتعلم الناس الخلاعة وقلة الأدب. يعني لسه فيها قيم دينية وقيم إخلاقية. ممكن يكون في بعض الشغلات مبالغة، بس بتظلها أنفع وأفيد. يعني بتشعر الإنسان في العزة، وبتشعر الإنسان إنه كان له تاريخ وأشياء كتيرة. يعني في لها إيجابيات كتيرة أكثر من كتير من مسلسلات بدون قيمة بدون هدف. تدخل على المسلسل وبتخلصه والله ما بتفهم راسك من رجليك. هذا طفران وزعلان، هذا مديون تبع جماعة المديونين، هذا الجماعة هذول شو اسمهم اللي بيكونوا على قائمة الإفلاس هذول. هذا جو تمثال العطشان، تمثال رمض. هذا يكون صايم وأفطر على كاسة مي على بريق. هذا تمثال الطاير. اه والله مرتبة لا عن جد. يعني حتى طريقة التمثيل فيها فن. يعني هون سبحان الله الأماكن هاي كتير جميلة، المناظر في المنطقة كمان يا إخوان الكرام يعني كتير في الصيف شتاء والله جميلة جميع الفصول. اه كورونا فودن، ايوه هذا هو. انا مع الفرد بطلت اجمع، مش عارف مش قادر اتذكر. هذولا سبحان الله العظيم، شو هالتمثال هذا كتير حلو كمان. يا الله يا كريم، البوب والبردان. حبيبي طب ما حدا حكى لنا شو بتعملوا انتوا بالايام هاي اخواننا اللي عايشين هون بالسويد، اللي معطل اللي مجاز، قول اللي عنده شو.
طيب اخوان الكرام جاني تلفون اتصل وبعديها بنكمل الجزء الثاني بعد الاتصال، اللي حاب يضل معنا يضل نرجع لكم بعد الاتصال. اوكي اخوان الكرام اللي حاب يضل معنا نكمل جولتنا هون حول البحيرة، نرجع لكم في الجزء الثاني، عندي اتصال مهم للبيت. يلا سلام.